اكشن مع وليد على ام بي سي اكشن ومنصه شاهد، نهائي بطوله كاس الملك سلمان للانديه العربيه زي ما طلب الجمهور، الكل كان يتمناها، نصر وهلال او هلال ونصر. النهائي بين صندوق الاستثمارات العامه وصندوق الاستثمارات العامه، بين البي اي اف والبي اي اف، يلا كله نفس الملكيه. نشوف شو بيصير يوم السبت القادم في الطائف الساعه 9 مساء، المباراه النهائيه لبطوله كاس الملك سلمان للانديه العربيه بين النصر والهلال، القطبين الغريمين في العاصمة السعودية الرياض يذهبان إلى جبال الطائف ويتواجهان لأول مرة في نهائي بطولة كبرى وهي البطولة العربية. اليوم النصر عبر تحدي كبير أمام الشرطة العراقي، كان فريق الشرطة العراقي ناوي على يبغى يمدد المباراة يروح فيها لضربات ترجيح، وحارس مرمى نادي النصر استطاع أن ينقذ كرة في آخر الدقائق، كان ممكن تغير أشياء كثيرة وتستمر خطة الشرطة العراقي. هجمة شوف 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 هذه الهجمة كان ممكن تلخبط كل شيء. حارس عظيم العقيدي، حارس عظيم حقيقة ومكسب للكرة السعودية. نجي للمباراة الثانية بين الهلال والشباب، سوى الهلال رتويت نفس نتيجة مباراة الهلال مع الاتحاد، اتسوى لها رتويت. اسمع الهلاليين يقول نبي الرتويت الثالث، لا ما انت بتلعب مع النصر، يعني ممكن نقول على المباراة هذه يا ويلهم او يا ويلكم. مباراة الهلال والنصر او النصر والهلال يوم السبت القادم هي اول اختبار واضح لنوعية التعاقدات اللي قام في او وضع الناديين، خلينا نقول بلاش تعاقدات عشان في ناس حساسين لسه في مطالبات من هنا وهنا، لكن نقول انها اول اختبار لشكل الناديين قبل انطلاق دوري روشن بالعناصر الجديده. بنشوف كيف راح يكون شكل الفريقين في تلك المباراه النهائيه. نرحب بضيوف حلقتنا اللي تختار لي معاهم وانت معاهم ترك الغامدي. اول شيء نرجع مره ثانيه، لا نرجع مره ثانيه للمباراه، ليش خسر الشباب؟ والله شوف ابو بدر، لان الفوارق الفنيه بينه وبين الهلال كبيره. انا اصدق وصف لما حدث مع الشباب ان الشباب طاح واقف، وهذا دلاله على الشموخ والكبرياء الكبير للشباب اللي اظهروا في هذه البطوله. رغم شو الواحد يطيح واقف، انا اسمع زي هذا، في احد يطيح واقف؟ اي النخيل تموت واقف. هذا مشنوق، وهذا هذا لا لا هذا دلال، لا لا النخيل كيف يموت؟ ها ابو بدر سمير عجبت صح لما تركز فيها، هذه بلاغه اللغه ابو بدر. ايوه لما تركز فيها يقول لك فلان سقط واقف، كيف هذا معلق؟ هذه بلاغه اللغه، اللغه العربيه فيها بلاغه، وهذه من ضمنها زي النخيل. النخيل تموت واقفه، يعني ما قد شفت. ماشي احنا مش حنخش الحين في فقره. نرجع لموضوع المباراه. الشباب قدم يعني اظهر شكل مختلف اليوم في فترات كبيره من المباراه. انت تستغرب مين الفريق اللي مصروف عليه مئات الملايين ومين اللي مصروف عليه اقل من 5 ملايين، اللي هي قيمه صفقه الحسد. بدا الحسد، بدا الحسد بقدر ما هو منطقيه واقعيه. لا بالعكس بالعكس، الشبابين ما عندهم حسد. في سؤال على الهاشتاج عيضة الجابري يقول، سؤال الكابتن عماد السالمي، رايك في طلوع المعيوف هل كان مناسب او لا؟ وهل لو تركها بامكان البليهي يحصلها؟ انا اشوف بدر بامكان، المفترض انه هو في البدايه لاعب ياسر الشهراني، هذا المفترض وكان واضح اصلا. شوف كان في البدايه من قبل بدر، شوف كان لاعب ياسر الشهراني، صحيح ما كان في حديث ربما بين عبد الله المعيوف وعدم انسجامه حتى الان. لاحظت شوف ياسر الشهراني قاعد يعاتبه، صحيح شوف شو يقول له، صحيح. بس انا اشوف بدر لا يتحمل ياسر الشهراني بنسبه كبيره جدا، هو ما يتحمل في البدايه لاعبه وياسر الشهراني. ايش قصه ياسر مع الحراس؟ مره مع العويس في مباراه الارجنتين، ها؟ في عدم تنسيق مع الحراس ولا كيف؟ لا لاعب قتالي حماسي جدا، ولكن في هذه اللقطة بالتحديد لا، أنا أشوف الخطأ من البداية. كان ممكن ياسر الشهراني يكون هذا لاعب، عبد الله الجوعي يكون لاعبه من البداية في الأساس. أعتقد العتب واضح جدا، حتى ياسر أعتقد أنه هو عارف أنه هو يتحمل هذه اللقطة. شوف من البداية تعرف أنه لاعب ياسر، يا بدر لاعب ياسر في البداية. شوف ياسر الشهراني ترك له المساحة، بس الجوعي كان أسرع. صحيح صحيح، نقطة مهمة جدا. شوف أنا حارس مرمى، هذا لاعبك ولا مو لاعبك؟ عبد الله الجوعي وصل الكره قبل ياسر، لذلك تصرف عبد الله المعيوف بناء على الحاله اللي قدامه.
عبد الله الجوعي لعب الكرة قبل ما يوصله ياسر، معناته ان ياسر ما كنت انت مغلق على اللاعب. لو كان معنا البدايه بس شوف بانيجا لاعبها مرتاح، شوف الكرة بالضبط، شوف بدون اي كرة الان بالضبط. عبد الله المعيوف الان يتابع، ياسر الشهراني ماخذ خطوه خلف، اللاعب لعبها في مرماه، فلذلك عبد الله المعيوف تصرفه في ذا الحاله اللي يعاب على عبد الله المعيوف كان الواجب انه ما يفرد يديه، لانك طلعت برا ال 18 لا تفتح يديك بالشكل هذا. لكن هو في حاله ما يلام على الخطوه. انا شوف لو ياسر كان صحيح وقوفه صحيح لن يخرج عبد الله المعيوف من المرمى. طيب على الهاشتاج مشاهد، عبر النصر الى النهائي الكبير، ذهب اولا ولحق به الهلال. محمد العنزي، كيف شفت النصر اليوم؟ وصول مستحق ابو بدر النصر. للامانه انا قلتها في بدايه الحلقه، هناك العديد من الفرص في بدايه المباراه، لو استثمرت لكانت المباراة أسهل بكثير مما ظهرت عليه. تأخر؟ تحس أن النصر تأخر في التسجيل؟ بالضبط أبو بدر، يعني في الدقيقة 4 كانت فرصة مباشرة لتاليسكا أضاعها. شفنا الكثير من الفرص، يعني فرصتين لرونالدو، فرصتين لتاليسكا، فرصتين الماني، كلها كانت متاحة للتسجيل ولكن لم يستثمرونها. فبالتالي أنا أعتقد أنه مطلوب من المدرب أن يركز على اللاعبين في استثمار مثل هذه الفرص. هذه الحالة لما نرجع أيضا لمباراة الزمالك سنجد أنه ضرورة، أعتقد من وجهة نظري الآن، أنه يكون هناك لاعب مهاجم في نادي النصر مواليد منطقة الجزاء، يعني لاعب ثابت مهاجم رأس حربة صريح، لأنه هناك الكثير من الفرص اللي لم يتم استثمارها سواء في هذه المباراة أو مباراة الزمالك لو رجعنا. فأعتقد أنه النصر لما يجد أو يواجه الفرق اللي تقفل يجد صعوبة كبيرة. أيضا لا ننكر أنه حكم المباراة مع احترامي والكامل له أيضا ساهم في هذه الحالة، أعتقد لو أعطى النصر حقه لا سيما في الدقيقة 34، يعني بروزوفيتش ضربة جزاء واضح ما تحتاج أي تردد، ورغم ذلك ما أعرف قناعات الحكام. فأنا أعتقد أبو بدر أيضا لو أتكلم عن الحالة الفنية لتحديدا لنادي النصر، أعتقد اليوم بعد دخول الكابتن عبد الرحمن غريب وساديو ماني صار طرف أيمن، أعتقد أنه المدرب يجب أن يلعب النهائي من وجهة نظري بهذا التشكيل الأخير، أنه يعني يكون عبد الله الخيبري برا، ماني طرف يمين، غريب طرف يسار، وتاليسكا يكمل الهرم مع فوفانا ومع بروزوفيتش. هذه وجهة نظري اللي أنا أشوفها وفقا للحالة اللي صارت اليوم في مع دخول غريب. يعني ماني لما انتقل للطرف الأيمن اليوم شفنا للأمانة خطورة كبيرة، خصوصا دقيقة 89 لما جندل الدفاع وأعطاها مقشرة لرونالدو، كان يفترض أنه يخلص المباراة، هدف ثاني ارتدت في الدقيقة 90. وللأمانة لولا براعة هذا الحارس الكبير نواف العقيدي لا أحرج النصر بشكل كبير جدا. فأنا أعتقد المباراة اليوم كشفت للمدرب بشكل واضح الشكل الذي يفترض أن يبدأ عليه المباراة النهائية. طيب عماد، كيف شفت اللقاء؟ مواجهة كانت، خلنا نسمع رأي أبو لمام. لمام محمد. أرى الزملاء هم أكثر خبرة وتحترم، ولكن هذا لا يعني أن نعلق عليه. يعني أنا بس سؤالي مباشر للكابتن سمير، هل قانون كرة القدم يقول أنه اللاعب شاف ولا ما شاف تفرق الحالة؟ يعني أنا ما أعرف إذا نوقف الكرة، أنت شايف يا كابتن ولا ما أنت شايف؟ ما أعتقد، لا 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 لا، إعاقة واضحة الفوفانا، ما فيه شايف ولا مش شايف، هذه مشكلته. إذا أنا أقول لك بنفس الطريقة، علي لجامي ما كان شايف المهاجم وهو جايه بنفس الطريقة، لا لا لا، هي في نهاية الأمر هناك إعاقة أو لا توجد إعاقة، بغض النظر أنه شاف ولا ما شاف. أنا ما أعتقد في قانون كرة القدم كاتب لك ملاحظة أنه إذا كان اللاعب شايف أو ما كان اللاعب شايف، فهذه ملاحظتي بس. طيب أعلق بقى، عشان أنت دخلت في القانون ولجنة الإفاء بتسمع كلامك وتتبسط منه قوي وممكن تدي بعض الإضافات. تمام، مبدئيا
الكره بتاعه اللي هي مطالبه ركله الجزاء، انت عندك المدافع حاطط فارد ايده، المهاجم هو اللي جاي من بره. لا تقارن بتاعه بكابتن علي لجامي، اللي كابتن علي لجامي شايف المهاجم وفارد ايده بوجهه. خليك منها انا ضربت لك مثال، خليك منها، ارجع لفوفانا. لا احنا بنقارن، ما شاف. احنا هل بنقارن. في قانون كره لا شوف أيوة كابتن سمير انت تتحسس من النقد هذا براحتك، لكن انا في نهايه الامر اقول رايي. لما اقول لك فوفانا، هل سؤالي مباشر بعيدا عن يمين ويسار، هل في قانون كره القدم يقول لك اذا كان شايف احسبها؟ طيب ولا ما اذا كان ما هو شايف؟ خلي سمير يرد. يلا سمير تفضل. لا ثانيه واحده، اول حاجه تتحسس من النقد خالص، بتقول القانون بيقول ايه؟ بيقول القانون فيه حاجه بتقول ايه، اندرستاندينج فوتبول، فهم قانون كره القدم. فهم قانون كره القدم ده الاتحاد الدولي بقى له 3 سنين بينادي كل اللعيبه والمدربين بيها. فهم كره القدم دي فهم كره القدم. انتهى وقتك. هنا اللعيب جاي من ورا، شايف؟ لا مش شايف، احسب على مين؟ طبعا هنا قرار الحكم ممتاز، وقرار الحكم الفار 10 على 10. هنا السؤال مش شايف ولا مش شايف؟ شكرا، انتهى وقتي، معلش. شكرا لك محمد العنزي. تثقف الصندوق 100%، فالنصر بحاجة إلى مهاجم. مواجهات الهلال والنصر الخارجية، هم التقوا 4 مرات، 3 منهم فاز الهلال وتعادل مرة، والنصر لم يفوز ولا مرة. اللقاءات كانت في 95 نصف نهائي الأندية العربية الأبطال، الهلال 4-2 كانت وكالات ترجيح. في عام 2000 نهائي أبطال الكؤوس العربية، الهلال فاز على النصر 2-1. النخبة العربية تعادلوا 1-1 في 2001. في 2021 نصف نهائي أبطال آسيا، الهلال فاز على النصر 2-1. خامس لقاء يا محمد الشيخ راح يكون بين الفريقين على المستوى البطولات العربية يوم السبت. التاريخ يتكرر ولا هناك تاريخ جديد يكتب؟ مباراة السبت يا أبو بدر تحضر فيها مفارقات كثيرة. أولاً مفارقات أنه أنت على المستوى الخارجي لم تحقق أي فوز على الهلال، وبالتالي يجب أن تكسر هذه، ما بقول العقدة، سلسلة الانتصارات الهلالية خارج الأرض. الأمر الثاني، سلسلة انتصارات الهلال التي تتفوق على النصر. ثلاثة والأهم، أن النصر لم يحقق ولا بطولة عربية. هذا النادي بكل هذه القيمة لم يحقق أي بطولة عربية. نأتي في المقابل نادي الهلال يحقق 6 بطولات عربية. بالنتيجة مباراة بعيد عن كل هذه الأرقام، هي حدودها المستطيل، ونعرف إيش تعني مباراة الهلال والنصر داخل المستطيل. حط أي أرقام، حط أي إنجازات، تختفي كلها حينما تحضر المباراة. أنا في تقديري، عطفا على ما شاهدناه من حضور للفريقين، الهلال أقرب مش أقول جودة اللاعبين، لقدرة اللاعبين على الانسجام مع بعضهم، وقدرة اللاعبين على التفاعل مع جيسوس تكتيكيا، وايضا العنصر السعودي افضل من العنصر السعودي في النصر، وبالتالي خيارات جيسوس اكبر، وان كان يعني يعاب على الهلال انه لا يوجد لديه مهاجم صريح، وهذه نقطه، وان كان مالكم حلها في مبارتين واللاعبين الاخرين، ولكن تبقى معضله لانك في النهايه تقابل النصر. في تقديري الهلال ورقيا وميدانيا هو افضل من النصر، ولكن في جزئيات بسيطه تلعب في هذه المباراه، كما في مباراة الشرطة والنصر بجزئية صغيرة خسر الشرطة يعني بركلة جزاء، قد تتغير سيناريوهات، لكن المعطيات كلها تقول عندي أن الهلال هو الأقرب للفوز. شو رأيك تركي الغامدي؟ شوف، الأربع مباريات كانت في حقبة زمنية مختلفة، واليوم نحن نعيش حقبة مختلفة من ناحية بالتحديد النصر. يعني تذكر الهلال كان بتفوق كثير على النصر بسبب الدعم الكبير وجودة الصفقات، اليوم لا، النصر أصبح يقارب الهلال من ناحية الصفقات. شفنا الأسماء الكبيرة اللي أضيفت للنصر في هذا الموسم، وأنا أعتبرها أسماء قاعد تفيد الفريق داخل الملعب، كانت وفق الاحتياج الفني، مع إيماني التام أنه النصر ما زال يعاني في خط الدفاع. لكن بنظرة مستوى الهلال ومستوى النصر في هذه البطولة بالتحديد في الأدوار النهائية ومباراة الهلال والاتحاد، كشفت لنا هلال مختلف، هلال قوي. جيسوس بصراحة قاعد بصماته واضحة يعني، وأسرع مما كنا نتوقع من ناحية عمله الكبير اللي موجود في الهلال. ممكن مشكلة الهلال في المباراة النهائية فقط خانة الحراسة اللي هي عبد الله المعيوف، وإن كان عبد الله يعني ما هو في أفضل أحواله، وهذه نقطة مهمة لابد انتبه لها الهلالي من ناحية حاجة الهلال، أنا برأيي، إلى حارس أجنبي خلال المرحلة الجاية. مع ذلك أنا مؤمن أنه وأتوقع أنه الهلال هو الأقرب لحسم المباراة. في ملف آخر، اليوم أعلن النادي